الشيزوفرينيا والتخبط في الرسالة دي يمكن بتعبر عن الواقع اللي احنا عايشين فيه. نطلع بالبرنامج ولا لا؟ ينفع نجيب ناس في المسرح؟ ينفع نعمل حلقة من الجمهور؟ ينفع نجيب جمهور دلوقتي؟ ينفع نطلع نهزر وبلد ولعة؟ الأسئلة دي كلها واللخبطة دي نفس اللي بيحصل في البلد. عجبك اللي مرسي عمله؟ ازاي يفرض طوارئ؟ يا عم في ناس كتير ماتت يا عم. امال يسيب البلد تخرب. دلوقتي الشعب هيقول لك يسقط مرسي. طب نجيب مين؟ كانوا بيقولوا لنا كده على مبارك، هنجيب مين يعني؟ المشكلة ان اللي بالطريقة دي اي حد هيجي هيلاقي حد يشيله. يعني عاجبك الناس اللي بتموت في عهد مرسي؟ ما هو حصل ايام مبارك. طب يبقى شيلنا مبارك ليه؟ عشان قتل شعبه. طب ما مرسي عمل كده. لا دول بلطجية. ما هو مبارك كان بيقول كده. لا بس احنا ما كناش بلطجية، دي كانت سلمية. كانت سلمية؟ يعني ما كانتش سلمية قوي برضو. كان في اعمال عنف وحرق. فين الحرق والعنف ده؟ انت ناسي حرق الاقسام وعربيات الشرطه والجيش اللي في السويس واسكندريه وهنا كمان على كوبري قصر النيل. بس احنا مالنا باللي كانوا بيحرقوا بره الميدان، احنا المهم جوه الميدان. ما دلوقتي اللي بره وجوه الميدان بينضربوا. يا عم خلي البلد تمشي. طب ما كانت واقفه ايام 18 يوم وكنت مبسوط وما كانش عاجبك اي تنازلات الا ان مبارك يمشي. صح، كنا بنقول مبارك لازم يمشي. يعني عايز مرسي يمشي؟ ما فرقش عن مبارك يمشي. طب نجيب مين؟ معارضه، مجلس رئاسي، والاسلاميين هيسكتوا؟ دول هينزلوا يولعوا البلد. وهتعمل ايه ساعتها؟ نعمل انتخابات. ولو الاخوان كسبوا هيكسبوا طبعا. يعني انت شايف عندك معارضه؟ عايز الحق؟ لا مش معارضه ولا ريحتها حتى. يبقى نسيب مرسي. طب ما كنا نسيب مبارك بقى. لا مبارك كان ظالم. طب ومرسي ده مش بالاغلبيه. طب واللي مش اغلبيه يعملوا ايه؟ ينقطونا بوسكاتهم، دول حياله حبه عيال في الميادين ومصر 90 مليون. ما كان بيتقال علينا كده ايام الثوره. مبارك كان ماشي بالعافيه. مرسي ماشي بالصندوق. مرسي ده ماشي بالصندوق وماشي علينا احنا بالعافيه. يبقى نشيله. ولو ما نفعش الجيش نشيل الليله. يلا خلي البلد بقى تولع وتتعدل بقى، ما هي لازم تولع على الاخر، لازم تجيبها كده على الارض. وهي كانت اتعدلت بحكم عسكري قبل كده؟ نجرب تاني. امال عملنا ثوره ليه؟ علشان عدل. وهو فين؟ ولا اعرف. يبقى نشيله. ونجيب مين؟ المعارضه. قصدك جبهه الانقاذ. لطاف بيعملوا مؤتمرات واجتماعات كده، بس هم اخرهم 5 متر بعد المقر، فلما يعملوا حاجه عليها القيمه تبقى ساعتها نتكلم عنه. طب مين المسؤول؟ الحزب الحاكم. مش دول الجماعه المنظمه اللي هتعدل الدنيا؟ مش دول بتوع ليه تنتخب شخص لما ممكن تنتخب مشروع؟ يا عم دول الاغلبيه. بمناسبه الاغلبيه، الاغلبيه اللي انتوا فرحانين بيها ديت كانت هتصوت بنعم برضه لمبارك لو اتعمل استفتاء ان هو يكمل التسع اشهر بتاعته. وهم نفس الاغلبيه اللي وصلتكم للحكم عشان الاستقرار اللي كان الحزب الوطني بيبيع وهمه. ما هي الاغلبيه دي هي اللي ما كانتش مهتميه بيكم وانتم في السجون. بصراحه كده كانوا شايفين ان الثوره موقفه حل البلد. كانوا مصدقين ان اللي في الميدان خونه وبلطجيه زي ما بتقول عليهم دلوقتي، خونه بلطجيه اعداء وطن. طب والفوضى اللي في الشارع دي؟ صحيح في فوضى وانفلات، لكن اللي بيحصل في الشارع دلوقتي انتوا اللي ابتديتوه، انتوا اللي مليتوا الميادين وهددتوا عشان نتيجه انتخابات، انتوا اللي بعتوا ميليشياتكم باسم الشرعيه تهجموا على الناس في الاتحاديه، انتوا اللي حصلتوا المحكمه الدستوريه لانها هي كمان متامره عليكم. فما تستغربوش، ما تستغربوش باللي بيحصل في الشارع. في بلطجة، في تخريب، في غلط، في اعتداء على هيبة الدولة. لكن هيبة الدولة دي انت وجماعتك اللي مرمختوها في الأرض لما أهنتوها بتشكيكم في كل حاجة فيها، قلتوا عليهم متآمرين عليكم، القضاء، المعارضة، الإعلام، الأمن، كل دول وحشين عشان ضدكم. الدولة كلها ضدكم. يبقى عايز الدولة الناس تحترمها ازاي؟ اللي بيبلطج في كتاب الدستور هو اللي بيسقط هيبة الدولة يا ريس. ولو في بلطجة في الشارع يبقى اللي بيحصل ده مجرد تقليديكم. أنا من هنا بعلن تأييدي للرئيس في كل قراراته. اضرب بإيد من حديد يا ريس على كل واحد بلطج على البلد. بس ابتدي باللي ماسكين